الأسئلة بتاعة الامتحان، فأنا بس هشيك على الإعدادات العامة بتاعة الامتحان بتاعي، فبرجع للامتحان تاني زي ما شفنا وببص على الحاجات الخاصة بالسيتنجز، هلاقي عندي الأيقونة دي خاصة بالسيم بتاع أو الشكل بتاع الامتحان. عندي أنا ممكن في إمكانية إن أنا أضيف هيدر بالنسبة للامتحان بتاعي، الخلفية بتاعتي دي ممكن إن أنا أحطها من عندي من على الكمبيوتر أو ممكن أحطها من الاختيارات اللي هو متاحة ليا، فهختار أي سيم منهم وهقول له insert، هتظهر as header فوق الامتحان بتاعي. منها بعد كده بقدر أظبط الكالرز، يا إما الخلفية بتاعة الامتحان والشكل بتاع السكشنز أو الأيقونة بتاعة السكشنز، بتبقى الألوان بتاعها مطابقة للخلفية اللي أنا اخترتها. وبعد كده آخر حاجة الفونت بتاع الكتابة، ممكن اختار البيزك فورم وممكن اختار اي شكل من الاشكال ديت على حسب ما انا حابه الشكل الجمالي للامتحان، يعني دي حاجات خاصه بالشكل الجمالي للامتحان. بعد كده الايقونه بتاعه الاي زي ما دكتور هدى قالت لنا من شويه ان دي بنتطرق فيها للبريفيو بتاع الامتحان، الشكل اللي بيبقى ظاهر عندي للطالب او شكل الامتحان هيبقى عامل ازاي. بعدها الايقونه بتاعه سند، الايقونه بتاعت سند دي انا بستخدمها علشان لو انا عايزه الامتحان بتاعي او الجوجل فورم دي ابعتها لحد، فلو دوسنا عليها كده هلاقي ان انا ممكن ابعت الامتحان بتاعي عن طريق ان انا ابعته ازميل، بشوف انا هبعته لمين وبحط الكونتاكت بتاعي وابدا اقول له سند، تمام، او ممكن ان انا ابعته عن طريق لينك. ازاي؟ بدوس على الايقونه بتاعت لينك، بيديني اللينك بتاع الامتحان بتاعي. في ايقونه هنا بتقول لي ان انا ممكن اعمل شورتنج للايه، عذرا يا جماعه، بعمل شورتنج في ايقونه هنا بتقول لي ان انا ممكن اعمل شورتنج للتايتل بتاع اللينك بتاعي، ممكن ان انا اعمل كده، بس بيفضل ان انا ما اعملش الخطوه ديت لان من خلال الشغل بتاعنا وجدنا ان في بعض المشاكل بتحصل لما الناس بتيجي تعمل اكسس على اللينك لما يكون عاملين له نوع من انواع الشورتنج، فبالتالي ما بعملهاش اكتيفيشن، بخلي اللينك بتاعي زي ما هو وباخد كوبي، وده اول مكان بيظهر عندي فيه اللينك اللي بقدر بيه اخد كوبي للجوجل فورم دوت او الجوجل دوكيومنت ده، عشان انا هستخدمها كمان شويه زي ما هنوضح، بقول له كوبي وبتظهر معايا بعد كده لما هحتاج. بعد كده برضو ممكن ان انا ابعت الفورم بتاعتي او الامتحان بتاعي عن طريق الامبيدد اتش تي ام ال، برضو باخد الكوبي منه، يا اما ببعته عن طريق الفيسبوك او تويتر، يعني على حسب ما الممتحن حابب. طيب دي الأيقونة بتاعة سن، هنيجي بعدها. لو سمحتي، تقريبا انت مش بتسجلي، متأكدة انك بتعملي ريكورد؟ هو الريكورد مع دكتور محروس، هو انا مش شايفة ان في ريكورد، يعني ريكورد قدامي شكله مش بيسجل، مفيش تايم طيب عليه. هو دكتور محروس ممكن يرد علينا في النقطة دي؟ دكتور محروس، في تسجيل يا فندم شغال، الجزء الأول تم تماما، الجزء الثاني إن شاء الله شغال تسجيل يا فندم. طيب تمام، نستكمل ان شاء الله. يبقى انا دلوقتي عندي الايقونه بتاعه سند ديت، بقدر التسجيل شغال يا فندم. دكتوره حضرتك وصل لك الرد؟ شكرا يا دكتور. تمام يا دكتور، زي ما قلنا الايقونه بتاعه سند ديت بستخدمها لو انا عايزه ابعت اللينك او الامتحان بتاعي عن طريق ايميل، او عن طريق ان انا باخد اللينك بتاعه، او عن طريق الامبيدد اتش تي ام ال، او عن طريق الفيسبوك او تويتر، ايا ما يكون. وده اول مكان قلنا بيظهر فيه العلامه بتاعه اللينك، لو دوست عليها بيظهر عندي اللينك بتاع الامتحان بتاعي او الجوجل فورم، بقدر اخد منها كوبي، وبعد كده هقول لكم هنستخدمها في ايه بعد شويه. بعد كده في 3 دوتس بيبقوا جنب علامة السند ده، انا 3 دوتس دولت ايه الحاجات اللي فيهم محتاجة ان انا اعرفها؟ اولا طبعا انا ممكن اعمل كوبي من الامتحان او من الجوجل فورم بتاعي، او ممكن ان انا مش عايزاه خالص فهنقله للتراش او هعمل له ديليت. في ايقونه عندي اللي هي جيت بريفيلد لينك، وديت الايقونه او المكان التاني اللي بيظهر فيه عندي اللينك، لو دوست عليها هلاقي هنا في اخر الامتحان مديني لينك او مديني ايقونه اكتيفيتد بتقول لي جيت لينك، لو دوست عليها هنا
هيقول لي كوبي للينك. يبقى انا دلوقتي اعرف اجيب اللينك بتاع الامتحان بتاعي من تو بوزيشنز، يا اما اجيبها من كلمه سند، يا اما بجيبها من الثري دوتس اللي جنب كلمه سند. طيب ايه تاني محتاجاه في الثلاث نقط دولت؟ الثلاث نقط دولت ممكن اتطرق ليه او ممكن احتاجه. البرينتنج، لو انا محتاجه ان انا الجوجل فورم ده بالشكل اللي هي عليه ان انا اعمل لها برينت، وبالتالي بقدر احتفظ بهارد كوبي من الامتحان، بدوس على الايقونه بتاعت برينت وبستنى لما بتحمل عندي الصفحه بتاعه الامتحان او صفحات بتاعه الامتحان بالشكل ده. هبص كده على الامتحان اجمالي، هلاقي الامتحان كله ظاهر عندي. اتاكدت ان الامتحان كله متحمل، ببدا ان انا اختار ايا ما يكون البرينتر اللي كونكتد ليه، وببدا اقول له برينت دايركتلي. او ممكن كمان في اوبشن تاني ان انا اقول له سيف اس بي دي اف. لو اخترت الايقونه دي هو بيحمل برضو الامتحان تاني. اول ما هيتحمل معايا لو انا اخترت الايقونه دي وقلت له سيف، انا كده بقدر احتفظ بالامتحان بتاعي. طبعا احنا عارفين اوتوماتيك ان الامتحان بمجرد ما انهيته بيتسيف على درايف الخاص بالاكونت، بس الحاجات دي كلها بتبقى اونلاين. لكن انا لو عايزه احتفظ بكوبي من او سوفت كوبي من الامتحان بتاعي تبقى موجوده على الكمبيوتر الخاص بيا، فبقدر ان انا استخدم الخطوه دي بان انا اسيفه، بشوف ايه الديستنيشن او المكان اللي انا عايزه احتفظ بيه فيه، وبروح عامله له سيف. تمام. طيب ايه تاني انا ممكن احتاجه بالنسبه للثري دوتس دول؟ ان انا اضيف كولابيتورز. يعني انا دلوقتي المفروض ان انا كاونر للجوجل فورم دي او للامتحان ده، انا اللي مخول ليا ان انا اعمل له كوبي او اعمل له داونلود او ان انا اعمل له فولو اب خلال ما الطلبه بتمتحن، انا اللي مسموح ليا ان انا اتعامل بكل ما يخص الامتحان. طب انا دلوقتي لو حابه ان انا اضيف حد معايا يتابع معايا العمليه دي، بيبقى مسموح لي بختار الشخص اللي هيخش معايا. هم دولت الناس اللي بتبقى موجودة أصلا عندي على الكلاس، فبالتالي هم كده كده بيبقى مسموح لهم إن هم يكونوا موجودين، بس as editor أنا الوحيدة اللي ببقى owner للامتحان دوت، وأنا اللي بيبقى مسموح لي بكل حاجة فيه. الإديتورز بيبقى مسموح لهم بالتعديل والكوبينج وكل حاجة، بس أنا ممكن حتى الإديتورز دولت أعمل لهم ريموف. أنا لو جيت جنب الإديتور هنا، أنا ممكن إن أنا أخلي الإديتور دوت أنا اللي يعني باختياري اخليه اونر، يبقى زيه زيه وليه نفس الخصائص بتاعتي، او اعمل له ريموف واخليه مش موجود معايا اصلا وملهوش اكسس على الفورم بتاعتي. او لو انا حابه احط حد من بره، بختار الاكونت اللي انا عايزاه او الشخص اللي انا عايزاه، بحط الايميل بتاعه وبقول له دان، فبيبعت له انفيتيشن ان هو يكون موجود عندي على الفورم بتاعتي. برضه هيبقى ليه نفس الخصائص، ان انا ممكن اعمله اونر او اعمله اديتور او ان انا اعمله ريموف خالص ككولابيتر. طيب ايه تاني في 3 دوتس بتوعي؟ حاجه مهمه جدا اللي هي الاد اونز. الاد اونز ديت هنتطرق لها عند العمليه بتاعت قفل الريسبونس او قفل الجوجل فورم دي. احنا اتكلمنا من شويه وقلنا ان ديو ديت لما باجي اظبطه بتاع الامتحان او بتاع اي حاجه، بتاع اساينمنت او بتاع كويز او بتاع اي مهام انا بطلب من الطالب ان هو يعملها على الجوجل كلاس روم، فلما باجي اطلب منه المهمه دي وبحددها له بالديو ديت، للاسف الفورم نفسها او الامتحان او الكويز ما بيتقفلش، بيفضل يستقبل الريسبونس زي ما قلنا. فبالتالي في وقت من الاوقات لو انا الامتحان دوت بالنسبه لي امتحان تقييمي وفعلا عليه درجات، انا مش هبقى حابه ان الناس تفضل ليها اكسس عليه او الناس تخش في اي وقت بعد الوقت المحدد للامتحان ان هي تاديه. فعندي طريقتين بستخدمهم علشان اقفل الريسبونس دي، اما مانوال بقفلها بايدي او عن طريق الاد اونز. دي عباره عن ابلكيشنز بيتاحها لي جوجل، منهم حاجه اسمها فورم ليميتر، ده بيبقى عباره عن تطبيق بيتيح ليا قفل الفورم بتاعتي او جوجل فورم بتاعتي عند وقت معين. هنتطرق لها ان شاء الله واحنا بنعمل فولو اب للريسبونسز وازاي بجيب الريزلتس بتاعتي، فمش مش هيبقى مكانها هنا معانا، بس احنا نبقى عارفين احنا هنجيبها منين بعد كده. بعد كده في عندي حاجه اسمها البريفرنسز، ودي بتبقى عباره عن ايه؟ البريفرنسز ديت بتبقى عباره عن الديفولت سيتنجز بتاعت الجوجل فورمز، بس مش دي بس، بتبقى بتاعت الجوجل فورمز كلها اللي هتفتح عندي على الكلاس روم الخاص بيا او اللي انا قمت بانشائه. يعني المفروض ان انا اي جوجل فورم هفتحها وهعمل عليها امتحان، المفروض الديفولت سيتنجز بتاعتها هي بظبطها من هنا. فبعمل مثلا الايكونز بتاعتها بتبقى عباره عن ايه؟ ان انا بعمل كولكت للايميل ادريسز،
دي حاجة أنا بكتبها عشان كل امتحان أنا هعمل هقوم بإنشائه يكون مفتوح فيه الـ أو متأكد فيه الأيقونة دي، بحيث إنها كلها تسمح لي بإن الطلبة لازم يكون متجمع منهم الإيميل أدريسز. في نقطة مهمة معلش هنتطرق لها هنا، هي ممكن تكون اتقالت امبارح بس إحنا هننوه عن حاجة فيها. يعني دلوقتي انا الامتحان بتاعي لما بيعمل كولكت للايميل ادريسز، فبالتالي كل الناس اللي ليها اكسس او مسجله عندي على الكلاس روم هي اللي هيبقى ليها اكسس انها تخش على الامتحان بتاعي او على الجوجل فورم ده وتادي الامتحان. تمام، ده كده احنا كنا متفقين عليه من بدايه الشغل بتاعنا ومن بدايه ورشه العمل. طيب انا دلوقتي كان عندي يعني تطرقنا ان عيب من عيوب الجوجل كلاس روم ان هو مش اوفيشال. يعني انا بالنسبه لي الاوفيشال بلاتفورم هي اللي بتبقى مفضل ان انا استخدمها في العمليه التعليميه والتقييم الطلابي، وخصوصا لو الامتحانات دي امتحانات فاينل مثلا وعليها نجاح او رسوب. طيب الخطوه دي انا ممكن استفاد منها بان انا لو خليت الطلبه بتوعي اللي هيسجلوا على الكلاس رومز بتاعتي الايميلز بتاعتهم تبقى بالاسم بالاي دي او الاسم برقم الجلوس بتاع كل طالب، وقبل ما او بعد ما سجله او قبل ما يسجله اعمل حاجه اسمها جوجل فورم اجمع فيها الداتا بتاعت كل الطالبات او الطلبه اللي موجودين معايا على الكلاس روم، اسم وفرقه ورقم جلوس والرقم الحوض والايميل اللي هم داخلين بيه او مسجلين بيه على الكلاس روم. اصبح معايا اوفيشال دوكيومنت بيقول لي ان اللي هيبقى موجود عندي في الامتحان بالاكونت ده المفروض رسميا هو الطالب اللي مسجل عندي واللي انا بتعامل معاه طول الترم او طول الكورس اللي انا بديه. فممكن بدي يعني نتخطى شويه موضوع ان الكلاس روم مش اوفيشال، فمش كل حد هيبقى ليه اكسس ان هو يخش على الكلاس روم او يخش على الامتحان بتاعي ويأديه او يأديه من اي اكونت غير الاكونت المسجل عندي. دي نقطه حبيت ان انا انوه عنها وممكن ان احنا نستخدمها في الشغل بتاعنا براكتيكال، ودي فعلا احنا عملناها يعني عندنا، وكنا يعني علشان احنا استخدمنا الكلاس روم لفتره طويله فكنا عايزينه يبقى مور اوفيشال بالنسبه لي ومش اي حد يبقى ليه اكسس للدخول، فتبعنا الخطوه ديت وكانت فعلا خطوه ناجحه معايا. طيب نيجي بعد كده على بقيه السيتنجز بتاعتي. انا عندي في الايقونه بتاعت ميك كويشنز ريكوايرد، لو انا عايزه كل الاسئله اللي تبقى موجوده عندي على الفورم كلها تبقى مهمه وكلها تبقى عليها الريد ستار، يبقى هكتب الايقونه دي وهدوس عليها المارك صح وهقول انها مطلوبه مني في كل الاسئله. وبعد كده انا ممكن ان انا اغير الشكل دوت او اغير الفورم دي في الفورم بتاعت الامتحان على حسب رغبتي. يعني انا لو في سؤال معين مش عايزاه ان هو يبقى مطلوب وممكن ان الطالب يعمل سبميت للامتحان من غيره، ممكن اغير ده في الفورم نفسه. يعني الديفولت سيتنجز دي مش اجباريه ولا الزاميه، هي بتبقى مدياني حاجه معينه هتبقى كل الاسئله او كل الفورمز اللي هتتفتح عندي على كلاس روم هتبقى عليها، بس في نفس الوقت انا ممكن ان انا اغيرها زي ما انا عايزه لما افتح كل فورم على حسب ظروف الامتحان بتاعه. بعد كده النقطه الاخيره الديفولت كويز بوينت فاليو اللي هي القيمه بتاعه كل سؤال من الاسئله، زي ما انا حابه حابه السؤال يبقى بدرجه بدرجتين وهكذا، بحط الرقم اللي انا عايزاه في الايقونه هنا بزود او بنقص. بس اهم حاجه بعد ما بعمل الديفولت سيتنج في البريفرنسز لازم انا اقول له سيف عشان يسيف السيتنجز دي بالنسبه لكل الامتحانات اللي هتبقى جايه عندي على الكلاس روم باستخدام الجوجل فورمز دي. تمام، طيب في حاجه ثانيه في خلاص دي كانت اخر حاجه بالنسبه للثري دوتس البريفرنسز كده. الجزء دوت احنا خلصناه، اهم حاجه بقى جزء فيه اللي يهمني بقى الاعدادات بتاعه الامتحان نفسه او بتاعه الجوجل فورم نفسه. هبص هنا هلاقي في السيتنجز عندي بتنقسم الى ثلاث اقسام. اول حاجه الاعدادات العامه الجنرال سيتنجز، ببص فيها طبعا انا كنا متكلمين من شويه على ان احنا لازم نعمل كولكت للايميل عذرا كنا بنعمل كولكت للايميل ادريسز بتاعه الطلبه، ودي حاجه اسينشال عشان نضمن الاكسس بتاعي يبقى للطلبه المسجلين عندي. بعد كده بعمل الخطوه الثانيه، حابه ان انا اعمل ليميتيشن للدخول، هل الطالب مسموح له ان هو يخش عندي على الامتحان مره واثنين وثلاثه واربعه، ولا حابه ان الريسبونس بتاعته تبقى ليميتد لوان ريسبونس، يعني لو ادى الامتحان مره ما ينفعش ان هو يخش عندي على الامتحان مره اخرى، بتبقى راجعه لرغبه الممتحن. بس طبعا لو انا بشتغل على امتحان فاينل او امتحان تقييمي بيفضل ان الطالب ما يقعدش يخش يشوف الامتحان وبعد كده يرجع يعمل سبميت، وهيبقى عندي في الريزلتس ليه اكتر من ريسبونس، فانا مش بفضل دوت، فبالتالي بعمل اكتيفيشن ليها.
بقول له خلي الريسبونسز بتاعتي تبقى ليميت وان ريسبونس، الطالب ملهوش حق الدخول للامتحان الا مره واحده بس من خلال الاكونت بتاعه المسجل عندي. طيب نشوف بعد كده الريسبوندنت بتاعي اللي هو الطالب بتاعي بعد ما ادى الامتحان، ايه الحاجات اللي من حقه والحاجات اللي انا بحددها له ان هو ليه ان هو يعملها. هل من حق الطالب ان هو يعمل edit after submit؟ يعني هل ممكن ان هو يعمل بعد ما خلص الامتحان يعمل unsubmit ويرجع يعيد الامتحان ويرجع يسلمه لي تاني؟ طبعا في الامتحانات بيفضل ان انا الطالب ما دام سلم زي الورقه ورقه الاختبار العاديه، لو الطالب سلم الورقه خلاص فهو سلم، فما ينفعش ان انا اديله واقول له لا راجع وارجع سلم لي الاجابه تاني، فانا ما بعملش اكتيفيشن للايقونه ديت، انا مش محتاجاه ان هو يعمل edit after submit. تاني حاجه انا مش سامحه له ان هو يشوف الشارتس بتاعت النتائج ولا الريسبونسز ولا اي حاجه من الحاجات ديت، فبالتالي ما بعملش اكتيفيشن لاي ايقونه من الايقونات دي. طيب دي الاعدادات الخاصه بالاعدادات العامه. طيب الاعدادات الثانيه اللي هي عباره عن البرزنتيشن، العرض اللي الطالب لما بيشوف الامتحان بيشوفه ازاي او بيشوف فيه ايه وهو معروض قدامه على الكلاس روم. في عندي اول ايقونه اللي هي شو بروجريس بار، الطالب وهو بيمتحن هل من حقه ان هو يشوف هو ادى قد ايه من الامتحان، فاضل له قد ايه من الامتحان، دي اوبشنال، راجعه للممتحن وعلى رغبه الممتحن، انا عايزاه ان هو يشوف هو خلص قد ايه، فاضل له قد ايه، ناقص قد ايه براحته، يعني بتبقى راجعه للممتحن كومبليتلي، عايز يعمل لها اكتيفيشن او ان اكتيفيشن زي ما يحب. انا اللي هيهمني فيها اشافل للكويتشن اوردر زي ما اتفقنا، لان دي طريقه من طرق تقليل الغش، ان انا بخلي له الاسئله بتاعته تظهر بترتيب غير ترتيب زمايله، ودي النقطه اللي كنا اشرنا فيها من شويه لما جينا اتكلمنا على الادفانتجز بتاعه الالكترونيك اكزامز، ان انا بقدر اعمل اكتر من نموذج للامتحان بسهوله، مجرد ان انا بعمل شافل للكويتشن اوردرز فلقيت طبعت اكتر من فورم هلاقيها مدياني الفورمز بتاعه الامتحان ترتيب الاسئله فيها ترتيب مختلف. طيب الايقونه الثالثه لو احنا خدنا بالنا هلاقيها دي اكتيفيتد، مش موجوده عندي اصلا ان انا اعملها اكتيفيشن ولا لا. الايقونه دي بتقول لي ايه؟ شو لينك تو سبميت انذر ريسبونس. هل انا من يعني هل الطالب من حقه ان هو لما يخلص الريسبونس بتاعته يقدمها لي، هل من حقه يشوف اللينك بتاع الجوجل فورم او اللينك بتاع الامتحان ويقوم بادائه تاني؟ طبعا هي مش تبقى اكتيفيتد عندي، لان احنا لو لاحظنا ان احنا في الجنرال سيتنج عملناها ليميت وان ريسبونس، فهو كده كده مش من حقه ان هو يأديه تاني، فبالتالي مش هتظهر له لينك. طب نجرب كده، لو عملنا لها دي اكتيفيشن هبص هنا في البرزنتيشن هلاقي الايقونه بتاعتي اكتيفيتد. تمام، انا طبعا بما ان انا يعني قايله ان انا مش خلاص انا هخليه يمتحن مره واحده ومش هيأدي الامتحان اكتر من مره، فبالتالي مش هحتاج ان انا اعمل اكتيفيشن للبوينت دي. تمام، هنيجي للخطوه اللي بعد كده كونفيرميشن مسج. الطالب بعد اداء الامتحان ايه اللي انا عايزاه يشوفه، او ايه الرساله اللي انا عايزاها توصل له، المسج اللي هيشوفها بعد على الصفحه بعد انهاء الامتحان وتسليمه بعد ما يعمل سبميت للكويز بتاعه، ايا ما يكون المسج. انا عايزه اقول لكم ان الرساله دي بتبقى جاست يعني نوع من انواع ان انا بدي له طمانينه ان هو الحمد لله سلم، لان الطلبه يعني وبالذات ان دي تجربه بالنسبه لهم جديده، فبيبقى طول الوقت متوتر، يا ترى هو انا كده خلاص، هو انا كده خلصت، هو انا كده سلم، فبالتالي بكتب له بس رساله ممكن اقول له لك شكرا او ثانكس. فور يور ريسبونس او ممكن اكتبها له بالعربي شكرا لقد اديت الاختبار بنجاح، او بلاش بنجاح عشان ما يفتكرهاش نجاح، شكرا لقد تم اداء الاختبار. بس اي رساله بطمنه فيها ان انت الحمد لله لما وصلت للصفحه دي وشفت الرساله دي الامتحان الحمد لله كده بالنسبه لي وصل لي. بعد كده الجزء الثالث من الاعدادات عندي اللي هو الخاص بالكويزز بالامتحان. احنا لسه متكلمين برضو من شويه على النقطه دي ان انا بعمل اكتيفيشن للبوينت بتاعت ميك ذيس كويز، دي اجباري علشان خاطر طبعا بما ان انا عامله كويز وعايزاه يتعلم الكترونيا، فبالتالي لازم اخليه متاح ليا ان انا احط له موديل، فلازم يكون اكتيفيتد اللي هو الكي انسر. فعشان اعمل لها اكتيفيشن لازم اعمل للايقونه دي اكتيفيشن عشان تديني الكي انسر لكل سؤال اكتيفيتد. طيب لو جربت ان انا اعمل لها دي اكتيفيشن هنلاقي كل الحاجات اللي تحتها بقت دي اكتيفيتد، فبالتالي انا محتاجه اعمل لها اكتيفيشن عشان اشوف الاوبشنز اللي تحتها بتتكلم عن ايه.
طيب بما ان انا في السيتنجز بتاعتي عملت الكويز بتاعي او الامتحان بتاعي دوت في صوره كويز يعني عليه درجات، فهو بيقول لي الكويز اوبشن بقى انت عايزه ايه؟ عايزه لما الدرجات تطلع بتاعه الامتحان او الطالب يؤدي الامتحان يشوف الجريد بتاعته immediately after submission، يعني يشوفها بمجرد ما هو انهى مع الرساله بتاعه شكر تم التسليم يقول له فيو سكور ويبين له الدرجه بتاعته اللي هو جابها في الامتحان، ولا حابه ان انت تعمليها له later after manual review اوبشنال وراجعه برضو للممتحن، حابه ان انت تبين للطلبه الدرجات بتاعه الامتحان وخصوصا في الامتحانات اللي هي بتبقى بنقول عليها الشيتس او الحاجات الشهريه او الحاجات اللي هي التقييميه دي اوبشنال وبتبقى راجعه ليكي، حابه ان الامتحان بتاعك يبقى لا انا عايزه احط فيه باراجراف او تكست، او حابه ان انا اراجعه الاول واشوف الدرجات واتاكد انها مظبوطه وبعد كده اعمل لهم ريليز للريزلت بتاعتي، بتبقى راجعه للممتحن على حسب رغبته وعلى حسب ما هو شايف بالنسبه للامتحان. فبالتالي اي واحده من دولت انا هختارها هتبقى راجعه ليا ما فيهاش اي مشكله. طيب الاختيار الثالث اللي هو الريسبوندنت كان سي، بالنسبه للكويز بتاعي هل من حق الطالب بعد اداء الاختبار ان هو يشوف الميسد كويشنز هو اخطا في ايه، الكوريكت انسرز هو اصاب في ايه، الاجابات الصحيحه اللي هو عملها، البوينت فاليوز اللي هو الدرجات بتاعه كل سؤال كان عليه كام درجه. زي ما اتفقنا دي حاجات اوبشنالز، انا لو مثلا بعمل امتحان مجرد حاجه تقييميه الطالب فيها بيقيم نفسه وبيقيم اداؤه، فبالتالي هحب ان انا ان الطالب يشوف اللي اخطا في ايه واصاب في ايه وكل درجه او كل سؤال كانت درجته ايه. طب لو انا بعمل امتحان بالنسبه لي هو امتحان تقييمي انا اللي بقيم الطلبه وانا مش عايزه كل واحد فيهم يقيم نفسه، فبالتالي هعمل دي اكتيفيشن لأول اختيارين، والبوينت فاليو كده كده لازم يعني الطالب يشوف حتى على الأقل السؤال اللي هو مجاوب عليه دوت الدرجة بتاعته كانت كام. أهم ما في الموضوع إن أنا أي سيتنجز أيا كانت اللي أنا اخترتها بالنسبة للجنرال سيتنجز أو البرزنتيشن أو الكويزز بعد ما بعملها بعمل سيف، لأن أنا لو ما سيفتهاش كأن أنا ما عملتش أي سيتنجز بالنسبة للامتحان بتاعي. كده الحمد لله ظبطنا الاعدادات بتاعه الامتحان، والمفروض ان الامتحان كده بقى جاهز للطلبه ان هم يخشوا في مجرد ما هينزل الميعاد بتاعه هينزل للطلبه. طيب انا دلوقتي لو حابه ان انا استخدم الامتحان دوت في اكتر من كلاس زي ما احنا اتفقنا من شويه ان انا في عندي تو اوبشنز علشان او تو ويز علشان انزل الامتحان بتاعي على اكتر من كلاس، اتفقنا ان اول واحده لو انا نزلت اخترت عندي يعني لو هنطلع كده وهنرجع للامتحان من بره لو جيت على الامتحان من بره انا قايله له خلاص انا كنت مكتبه له ان هو يعمل سكيدولينج خلاص هو مش هينزل الا از سكيدول. طيب لو انا مثلا اخذت هنا في الكلاس ورك خلينا بس انا في حاجه عايزه اوريها لحضراتكم هيجي في كرييت هنا هقول كويز اساينمنت هحط اي تايتل اختبار هي النقطه دي كنا اتكلمنا عليها بس انا هعملها تاني بس عشان هربط الاثنين ببعض. قلنا ان التويز بتوعي علشان خاطر انزل نفس الاختبار على على اكتر من كلاس لو انا بالذات عندي الدفعه اكتر من متقسمه على اكتر من كلاس، وديت كان عيب برضو تاني من عيوب الكلاس روم ان هو النمبر بتاع الستودنتس اللي بتبقى على كل كلاس بتبقى ليميتد، فبالتالي مع الكليات اللي فيها دفعات كبيره بيبقى صعب عليا ان انا احطهم كلهم في كلاس واحد، لازم اقسمهم على different classes. طيب انا كل كلاس هروح منزلها له الماتيريالز بتاعته والمهام بتاعته والامتحان بتاعه، لا انا مش بعمل كده، انا ممكن عندي الامكانيه بتاعه ان انا اختار الكلاسز بتاعي زي ما اتفقنا من هنا بختار كل الكلاسز مثلا لو انا مقسمهم على اربعه او خمسه بختار الكلاسز بتاعتي بتاعه الدفعه كلها وبعمل اساين. بس قلنا ان العيب بتاع النقطه دي ان انا مش هقدر اعمل سكيدولينج، انا لازم اعمل بوستنج ليها immediately، او هيبقى الحل اللي قدامي التاني ان انا اعمل لها درافتنج. لو انا سيفتها as draft في الحاله ديت لما باجي هنسيفها as draft كده ماشي، هاجي ابص في الثلاث نقط اللي جنب الدرافت دي
لو انا جيت حبيت يعني وقت مثلا انا خلاص سيفتها از درافت، كده كده الطالب مش هيطلع عليها درافت، الطالب ما بيشوفهاش. لو انا حابه في اي وقت ان انا هنزل الامتحان او ده الوقت الميعاد اللي هينزل فيه الامتحان للطلبه بتوعي، بروح قايله ايديت وبروح جايه وقايله اساين، فهيظهر للطالب عندي مباشره. دي طريقه من الطرق اللي احنا ممكن نعمل بيها كرييشن لامتحان واحد على ديفرنت كلاسز. تمام. طيب الطريقة التانية بقى اللي أنا ممكن استخدمها، زي ما أنا من شوية اتكلمت على إن أنا لو عملت الامتحان على جوجل فورم، أنا عندي فيه طريقتين أقدر أخد بيهم اللينك بتاع الامتحان. فهنرجع للامتحان بتاعنا اللي احنا كنا عاملينه، وهخش على الجوجل فورم كده زي ما احنا أخدنا، وهقول له عايز اللينك بتاع الامتحان أيا كان من أي مكان من المكانين اللي احنا قلنا عليهم، هاخد اللينك وهقول له كوبي. خلاص انا مش عايزه ده كده، هقفله. تمام. وهاجي عندي على الكلاسز بتاعتي، سي ان انا عايزه انزله على اي كلاس تاني، بختار اي كلاس انا عايزاه، وباجي على الكلاس 4 بقول له كرييت كويز اساينمنت، وبروح حتى التايتل بتاعي اللي انا برضو عامله بيه الامتحان بتاعي، لان هو نفس الامتحان، هو هينزل لنفس الفرقة، فبقول له work exam تمام. مجرد ان انا كتبت التايتل هو خلاص اكتب لي ازاي ان انا اعمل له بوستنج باي شكل. هاجي بس هنا هروح قايله اد، وهبدا اقول له انا عايزه الامتحان بتاعي عباره عن لينك، وهقول له سيف لللينك اللي انا اخدت منها كوبي، وهقول له اد لللينك بتاعتي دي. هلاقي هنا الامتحان اهو، جوجل فورمز ساين ان. هو معلش عشان بيبقى محتاج بس ريفريشمنت عشان يظهر معايا ان دوت الورك شوب اكزام اللي احنا عاملينه من شويه. بس احنا اهو لو فتحناه هنلاقيه بالشكل ده، هو نفس الامتحان اللي احنا كنا عاملينه. تمام. طيب طبعا انا شايفه ان في جوجل فورم البلانك كويز اللي هي مفتوحه معايا، فطبعا عشان ما اعملش كونفيوجن للطالب لما يجي يخش على المهمه بتاعته او الامتحان بتاعه ما يلاقيش تو فورمز، فما يبقاش عارف هيدخل على انهي واحده، فطبعا البلانك كويز انا خلاص مش محتاجاه، انا حاطه الامتحان از لينك، فبالتالي انا مش هحتاجها، فهعمل لها ديليت. وبعد كده هبدا اظبط برضو الاعدادات بتاعتي، البوينتس والديو ديت والتوبيك بتاعي نازل تحت ايه، وهقول له سكيدولينج، وهحدد نفس التوقيت او نفس الميعاد اللي انا محدداه في الكلاس الثاني بتاعي، فكده الطلبه هينزل لهم نفس الامتحان بنفس التوقيت بنفس كل التفاصيل الخاصه بالامتحان بتاعي، يعني كاني نزلته من غير ما اعمل مجهود ان انا ارجع اعيد كتابه الامتحان بتاعي وادخل الاسئله سؤال بسؤال. في عندي فايده كمان لموضوع ان انا بحط الامتحان كلينك لما بكون عايزه انزله على اكتر من كلاس، ان انا لما باجي اشوف الريسبونسز بتاعتي زي ما هنشوف كمان شويه بلاقيها كلها متجمعه في وان اكسل شيت، فكاني ممتحناهم على كلاس واحد، يعني مش هضطر ان انا اشوف الريسبونسز بتاعه كل كلاس منفصل، لا بما ان ده لينك اكستند للجوجل فورم بتاعتي الاساسيه اللي انا حطاها في اول كلاس، فبالتالي هشوف الريسبونسز كلها متجمعه عندي في اكسل شيت واحد، فانا مش هحتاج ان انا اضيفهم على بعض او اجمعهم على بعض، انا هشوف الريسبونسز كلها بتاعه الطلبه زي ما هي. تمام. دي كانت الايه الطريقه بتاعه اعداد الامتحان على اكتر من كلاس باستخدام اللينك بتاعتي. نيجي للبوينت اللي بعد كده، ازاي بعمل فولو اب للطلبه في خلال الامتحان بتاعي ما هو شغال. طبعا انا عشان الامتحان اللي احنا لسه عاملينه دلوقتي مفيش عليه ريسبونسز ومحدش جاوب عليه، فبالتالي انا مش هشوف ريسبونسز، فهختار اختبار يكون تم الاجابه عليه قبل كده، مثلا الامتحان التجريبي ده. وفي حاجة أنا برضو هنقولها أو هنتطرق ليها، أنا عندي المفروض والطلبة شغالة، أنا ببقى عارف معلش الصوت يا دكتور، معلش عذرا يا دكاترة الصوت.
استأذنك يا دكتورة تعملي ميوت من عندك وافتحي المايك بتاع حضرتك بس. استأذنك دكتورة سناء. حضرتك عملت لي ميوت انا كمان. طيب معلش عذر. طيب مش عارفه هو اتعمل ميوت من امتى. طيب انا هقول الجزء ده تاني. احنا دلوقتي في الخطوه بتاعت ازاي اعمل فولو اب للامتحان بتاعي خلال ما الطلبه بتجاوب عليه. احنا اخترنا امتحان يكون تم الاجابه عليه لان الامتحان اللي احنا لسه عاملينه من شويه ما فيش ريسبونسز عليه، فبالتالي انا مش هقدر اعمل له فولو اب. فاخترت امتحان تجريبي علشان خاطر اشوف المتابعه بتاعته بتبقى شكلها عامل ازاي. الكلاس بتاعي هنا كلاس افتراضي ما عليهوش طلبه، مسجل عليه بس شخصين او فردين، فعشان كده التو اسايند اللي هم بيبقوا موجودين على الكلاس عندي هو ما فيش حد فيهم ادى الامتحان، فبالتالي كاتب لي 0 وترند ان واثنين اسايند، يعني اثنين موجودين على الكلاس عندي. طيب لو جيت بصيت على الجوجل فورم نفسها هو هنا بيقول لي يو هاف اوريدي ريسبوندد. الرساله دي اللي بتظهر للطالب، مش احنا كنا من شويه قايلين في السيتنجز ان انا الطالب عندي بتبقى الريسبونسز بتاعته ليميتد تو 1 ريسبونس، فبالتالي لما بيجي يشوف الاجابات بتاع او يشوف المحاوله ثانيه ان هو يؤدي الامتحان بيقول له لا معلش انت اديت الامتحان مره قبل كده فمش هينفع ان انت تدخل تاني. فهبدا اعمل ايديت عشان انا عايزه اعمل فولو اب. هلاقي هنا فوق الكويز في عندي الكويشنز اللي بتظهر لي الاسئله بتاعه الامتحان وفي الريسبونسز، انا هخش على الريسبونس لان هي دي اللي من خلالها هبدا اعمل فولو اب للامتحان وللطلبه وهي بتسلم. طيب في الريسبونسز عندي بتظهر عندي الصفحه بالشكل ده. بتظهر عندي الصفحه بالشكل ده. انا ايه اللي هحتاجه من الصفحه بتاعتي؟ هو هنا بيقول لي ان في 4 ريسبونسز. طب ليه ظهر عندي ان هو 0 تيرند ان؟ لان اللي ادوا الامتحان او قاموا بحل الامتحان دولت للاسف مش مسجلين عندي على الكلاس، فبالتالي الكلاس نفسه ما تعرفش عليهم، هم جاوبوا عن طريق اللينك بتاع الفورم تمام، فعشان كده مش مسجلين ان هم سلموا الامتحان او قاموا باداء الامتحان تمام. طيب انا بشوف الريسبونسز عندي. اول حاجه عندي الايقونه اللي هو اللي فيها علامه بلس الخضراء دي، دي أيقونة مهمة جدا، دي اللي من خلالها أنا بعمل داونلودنج للإكسل شيت بتاع الامتحان. معلش أنا عايزة أوريكم قبل ما هو يعمل داونلود، لا هو بيعمل داونلود مباشرة، هو المفروض قبل الداونلود بيديني اوبشنز ان انا اعمل كرييشن لنيو اكسل شيت عشان يعمل لي فيه داونلودنج للريسبونسز بتاعتي، فانا هختارها وهقول له كرييت لنيو اكسل شيت. طيب بس ديت هنشوفها بعد شويه لان انا هحتاج ان انا اتعامل مع الاكسل شيت ده لان هو ده اللي انا بعمل له امبورت وهو ده اللي انا بشوف منه الريزلتس وببدا اعمل لها بروسيسنج علشان خاطر اسلمها بعد كده للطلبه. طيب في 3 دوتس جنب الايقونه بتاعه الاكسل شيت، ال 3 دوتس دولت لو جينا بصينا عليهم هلاقي فيهم كذا اوبشن. انا الحاجات اللي بحتاجها منهم برضو احنا ممكن نتعرف على الحاجات اللي فيها. انا عايزه اشوف النوتيفيكيشنز، يجي لي نوتيفيكيشنز على الايميل لكل واحد سلم الريسبونس بتاعه، انا طبعا مش هفضل كده. عايزه اعمل داونلود للريسبونسز، انا الريسبونسز هاخدها دلوقتي بس هاخدها عن طريق الايقونه اللي هي بتاعه الكرييشن بتاعه الاكسل شيت. هل انا عايزه اعمل برنت للاول ريسبونسز؟ لو
في دكتور او دكتوره بتفضل ان هي تراجع الامتحان لو هي عامله مثلا الريزلتس هتطلع للطلبه بعد المانوال ريفيو، يبقى في الحاله دي هتراجع الامتحان ورقه ورقه. ففي ناس ما بتفضلش او ما بتحبش ان هي تشوف الامتحانات على الكمبيوتر، وخصوصا لو يعني الدفعه او عدد الطالبات او الطلبه اللي هيمتحن كبير. فممكن ان هو في الحاله ديت يبقى يعمل برنت لكل الريسبونسز بتاعت الطالبات او الطلبه اللي بيمتحنوا، ويشوف الامتحان قدامه ورقي ويصحح ورقي، فدي بتبقى راجعه ليهم. او حابه ان انا اعمل ديليت للريسبونسز كلها بتاعتي على حسب اختياري. دي ما يخص الثري دوتس. هنيجي هنا الايقونه دي مهمه جدا. اتفقنا من شويه ان انا الديو ديت مش بيقفل لي الفورم، هو بس بيحدد لي مين اللي هيسلم متاخر او مين اللي هيسلم بعد الوقت اللي انا محدداه لاداء الاختبار. طيب احنا اتفقنا ان احنا لو حابين ان الفورم تتقفل عند الوقت المعين بتاع انتهاء الامتحان، ومش حابه حد يبقى ليه اكسس او يشوف الامتحان بعد الوقت بتاعه، ده اول مكان بعمل بيه كنترول للنقطه دي، ان انا بعمل دي اكتيفيشن للاكسبتنج ريسبونسز. لا انا مش عايزاك تقبل ريسبونسز من الطلبه بعد كده، تمام؟ يبقى اول مكان بعمل بيه مانوال كنترول للجوجل فورم بتاعتي او للامتحان بتاعي، عن طريق ان انا بخش على الريسبونسز بتاعه الامتحان. ده طبعا ممكن يتم خلال ما الطلبه بتمتحن، يا دوب الوقت خلص بتاع الامتحان زي ما انا محدده، بروح عامله مانوالي دي اكتيفيشن للايقونه دي. قفلتها، لو اي طالب بعدها جه يعمل سبميت هيقول له لا عذرا الفورم ده ما بيقبلش ريسبونسز خلاص، تمام؟ يبقى اول مكان هنعمل بيه كنترول للعمليه بتاعه الفورم بتاعه الامتحان ان انا اعمل لها دي اكتيفيشن، عن طريق ان انا اعمل دي اكتيفيشن للنقطه دي. طيب احنا ممكن دلوقتي لو مش هيحصل عندكم كونفيوجن نرجع للنقطه بتاعه ان انا بقفلها ازاي بقى اوتوماتيك او عن طريق الفورم ليميتر، وبعد كده نرجع نكمل ازاي بعمل فولو اب للايه للطلبه خلال الامتحان، علشان بعد ما نعمل فولو اب نشوف الريسبونسز وازاي بنتعامل معاها وازاي بنعمل ريليز للريزلتس بتاعه الطلبه، عشان يبقى الجزء ده على بعض. يبقى انا بس استكمالا للنقطه بتاعه ان انا بعمل دي اكتيفيشن للايقونه بتاعه الاكسبتنج ريسبونسز من هنا، سواء عملت لها اكتيفيشن او دي اكتيفيشن، هنرجع بس نشوف مع بعض الفورم ليميتر على الجوجل فورم ازاي بيشتغل وازاي بقدر اعمله اكتيفيشن. باجي هنا على الكلاس وورك، بشوف الامتحان بتاعي، بفتحه، هقول له ايديت. اتفقنا ان الخطوه دي او الـ النقطه بتاعه الدي اكتيفيشن بتاعه الامتحان باجي عند 3 دوتس اللي جنب كلمه سند، وبدوس اد اونز، وبختار الابلكيشن بتاعه الفورم ليميتر. احنا طبعا عارفين ان شركه جوجل مخليه في كونكشن ما بين الابلكيشن بتاعها مع بعضها البعض، يعني هلاقي ان درايف بيخدم الجوجل كلاس روم، هلاقي ان الجوجل فورمز او الجوجل دوكيومنتس عموما بتخدم الكلاس روم، هلاقي برضو ابلكيشنز كتير بتخدم برضو الكلاس روم اللي منها الفورم ليميتر. فهدوس على الابلكيشن دي وهقول له انستول. هو بيقول لي هنا اهوت ان احنا محتاجين بيرميشن علشان خاطر هنعمل انستولنج ليه على الاكونت بتاعك، فبقول له اوكي. ظهر عندي الاكونت بتاعي، اخترته